المعهد العالي لتدبير الإدارة والهندسة المعلوماتية تنظم في 10 و11 ماي ملتقى التوظيف بالعاصمة الرباط. هذا الملتقى اللي هو في النسخة الثالثة ديالو في 2024 كيهدف لتشجيع الطلبة والمتخرجين ديال جميع المعاهد المملكة باش أنهم يجيو ويتلاقاو بديزونتربريز شركات وطنية وعالمية اللي هي تاهي عندها خصص في التوظيف. المعرض اللي عرف الانطلاقة ديالو اليوم على الساعة 10 صباحا عرف توافد عدد كبير من الطلبة ومن المتخرجين اللي كيبحثوا على فرص شغل واللي التحقوا ديجا بالصالون واللي هما دابا مع الشركات كيناقشوا شنو هما العروض اللي متوفرة في ميدان الشغل. الوغ جميع الطلبة والمتخرجين اللي توافدوا هما متخرجين وطلبة مغاربة وطلبة أفارق ومن جنسيات أخرى، كاين جنسيات كندية، كاين جنسيات فرنسية، وكاين جنسيات من الباراغواي، وهذا كيدل على أن المعرض غيلقى نجاح كبير وأنه كيستافد في جميع الفئات وجميع الأجناس اللي هما على تراب المملكة المغربية. للإشارة المعرض باقي مستمر على طيلة يومين الجمعة والسبت، وغادي يكون معزز مجموعة من الندوات ومجموعة من الوركشوب اللي غيستافدوا منها جميع الزوار وجميع الباحثين عن العمل بالنسبة لهذا النسخة الثالثة بإذن الله. اليوم مؤسسة إسماجي كتنظم مع مشاركة مع بانوكيت كتنظم الملتقى الثالث يعني الماروك جوبز. هذا الملتقى هو واحد الملتقى اللي كي يخول الطلبة والخريجين المعاهد باش يعني يتلاقوا بعدد ديال الشركات ويدفعوا لي سي في ديالهم، يدوزوا دي زونتروتيان ويكون عندهم واحد الحظوظ اكثر يعني بوغ باش يعني يلتحقوا وباش يدخلوا لسوق الشغل. الهدف الوحيد اللي عندنا هو اننا نفتحوا الباب لهاد الطلبه ولهاد الخريجين ديال جل المعاهد. الدعوة كانت عامة. الجديد في هذه الدورة؟ الجديد في هذه الدورة هما الورشات، هما يعني التحاق واحد ثلاثة ديال الخبراء الألمان جاو عندنا الحمد لله، راه استقبلناهم البارح باش غادي يديروا ورشات وغادي يديروا واحد التتبع وغادي يجيبوا لنا يعني واحد نقدروا نسميوها اون نوفيل ميثود فهمتيني بور لانسيرسيون بروفيسيونيل لهاد الشباب. ورشات غادي يكونوا النهار كله يوم الجمعة ويوم السبت. كاين خبراء اخرين مغاربة اللي غادي يشاركوا معنا اللي هما دي كوتش محترفين، غادي يكونوا يعني غيواكبوا غادي يديروا ورشات للطلبة كيفاش يوجدوا لي سي في ديالهم، كيفاش يتعاملوا في المقابلة ديال الشغل، كيفاش ينسجموا فاش اون فوا فاش يتوظفوا ولا فاش يخدموا، كيفاش ينسجموا مع يعني مع الزملاء ديالهم في الشركه. دونك هادشي كله هذا هو الجديد ديال هذه الدوره هذه.